مساء الخير للجميع. صباح اليوم وتم أخيرا المصادقة على اللقاح أو التطعيم العالمي فايزر من قبل شركة FDA، وهي شركة إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة. وهذا اللقاح من الممكن أن يخلص العالم من جائحة الكورونا. لهذا الأمر نلتقي اليوم مرة أخرى مع الدكتور حنا ليوس من معليا، مدير عيادة كلاليت في قرية معليا، وكذلك طبيب مختص أخصائي في طب العائلة. يعطيك العافية يا أبو إلي. أهلين زهير. أول سؤال وجوابه نعم أم لا، حنا ليوس المواطن وليس الطبيب بحال وصول اللقاح، وصار واصل لإسرائيل بس بحال صار وصول اللقاح لهون لمعليا توزيعه على الناس، هل ستأخذ اللقاح، هل ستأخذ التطعيم شخصيا؟ بجاوبك على الموضوع، مش بس كمواطن ما كطبيب كمان رح أخذ التطعيم بدون تردد. بدون تردد. جاوبتني بشكل قاطع نعم ستأخذ اللقاح. سؤالي لك، هل بالفعل يمكن القول أنه تم أخيرا وجود اللقاح أو التطعيم الذي سينقذ العالم من الكورونا؟ احنا في عنا تطعيم، التطعيم اتطور خلال 10 أشهر، فعالية التطعيم كمان اتجربت بثلاث مراحل لازم تتجرب فيها، المرحلة الأولى والثانية والثالثة اللي كانت على عشرات آلاف المتطوعين، منهم 95% أخذوا حصانة ضد الكورونا. فالتطعيم، جواب على سؤالك، التطعيم فعال. السؤال بأي نسبة؟ يعني 95% بين 90 ل95% حسب الشركة. فايزر عندها 95، موديرنا عندها 90%، فالتطعيم هو فعال. برجع للسؤال الأول تبعك، ليش بدي أخذ التطعيم أنا؟ أوكي؟ طبعاً كتطعيم جديد، التطعيم اللي جايين اليوم إحنا بدنا نستعمله تطعيم اتطور بتقنية جديدة شركة فايزر لأول مرة، تطعيم اللي هو بتصنع في المختبر غير الطرق المعهودة بالتطعيمات العادية. فيعني إحنا عندنا شغلتين هون، أمرين. أول أمر إنه التطعيم هو تطعيم بتقنية جديدة، وثاني أمر الفترة الزمنية لتطوير التطعيم كانت قصيرة. عادة تطعيمات تطور خلال 10 سنين، بين تتبلور الفكرة لحد ما تبدأ بتصنيع التطعيم بأخذ حوالي 10 سنين، هون كنا 10 أشهر. 10 أشهر صار في عندنا تطعيم. الشغلة إيجابية وسلبية. طبعا إيجابية لأنه تطور التطعيم بسرعة، الدرايف اللي خلى التطعيم يتطور بسرعة هو جائحة الكورونا. لحد إسا بس 10% من البشر انعادوا في الكورونا. لو عندنا كمية أكبر، يعني إحنا ما نسميه حسينوتا عادر، ما كناش نحتاج للتطعيم. أما لما أنت بتحكي بس 10% من شعوب العالم عانت من كورونا لليوم و90% لقى، فالمشوار بعد طويل جدا قدامنا من ناحية احتواء مرض الكورونا مع كل العوارض الجانبية تبعته، من ناحية طبية ومن ناحية اقتصادية. الوضع اللي عايشين فيه احنا اليوم هو مش وضع طبيعي، ومن المفروض انه نرجع لوضعنا الطبيعي. فشو عندك حلول ثانية غير انك انت تطور تطعيم؟ والتطعيم اذا انت بتحط مخاطر الكورونا اليوم، وهذا واحد من الاسباب اللي انا قررت فيه كشخص. طبعا كشخص كمان كان عندي تردد انه اطعم ولا ما اطعمش، لانه كل الاشياء هاي اللي حكيت عليها، التطعيم بتطور بفتره قصيره، تقنيه جديده بالتطعيم، كلها بتعطينا علامات سؤال. ولكن لو بتفوت شوي بتغوص بالمعلومات بتشوف انه الخطوره من الكورونا كمرض هي اقل، هي اكثر من التطعيم او من فائده التطعيم. فائده التطعيم هي بالفعل راح تكون احسن. لازم ناخذ التطعيم. السؤال، لأي فئات عمرية التطعيم معد؟ يعني وأي، يعني طفل، خلينا بدي أسألك يعني بالتحديد، طفل بجيل 5 أو 6 أو 7 سنين معد إنه يأخذ التطعيم ولا إنه
مش مفحوص الامر بعد. القرار لحد اسا انه الطواقم الطبيه تاخذ تطعيم حتى نخلي الجهاز الطبي فعال بدون مشاكل ويعطي الخدمات الصحيه، ونعطي الفئات الكبيره بالعمر والناس اللي هن معرضين من ناحيه امراض تعقيدات لتعقيدات نتيجه مرض الكورونا. هذا هو القرار لحد اسا. فيما يتعلق فئات اخرى ان كان اطفال بعد ما فيش قرار عليها. شو مع النساء الحوامل؟ الحوامل عادة بكل تطعيم النساء الحوامل بكون بيجروا عليها الفحوصات آخر إشي بعد ما يتجرب على كل الفئات، بتطرقوا للنساء الحوامل. الحوامل فيش عليها قرار بعد. فيش عليها قرار بعد. طفل أو ولد عنده سكري أطفال، هل يوجد قرار في ذلك الأمر؟ ما فيش قرار بالتطعيم بعده كمان لم يحدد الأمر. ما هو انت كيف بتقرر لمين تطعم؟ الفئات اللي تجرب عليها التطعيم هي فئات كبيره بالعمر. لحد اسا الفئات اللي تجرب عليها بالاطفال بتصور بتتراوح لحد 2000 طفل مش اكثر من هيك. هذا ما بتقدر تاخذ عليه قرارات من ناحيه طاقه. يعني اي عمر تقريبا تقدر تقول الفئات العمريه الكبيره، يعني شباب جيل 30 40 وفوق. طبعا هاي الاشخاص اللي بعد، طبعا الختياريه والمسنين هذول اكيد اكيد 65 الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنه مثل السكري وغيره، واللي عندهم اي مرض اللي هو ممكن يكون فيه خلل بجهاز المناعه. يعني بفهم من كلامك اني انت اليوم بتنصح كل شخص ياخذ التطعيم، ان ياخذ التطعيم كل فرد. التطعيم مش إجباري. أكيد هذا الإشي مش إجباري، بس أنا للوقاية. أنا درست عن الموضوع شوي. أنا مش أخصائي لدرجة إنه أعرف الشغلات الصغيرة بتصنيع التطعيم، بس أنا دكتور ومن المفروض إنه أعرف شوي معلومات اللي هي أخذها حتى أخذ قرارات لنفسي وحتى أعطي النصيحة المضبوطة. النصيحة هي إنه لازم نأخذ تطعيم. لازم. دكتور حنا، سؤالي لك إسا هون، في يعني أنا صرت من ساعة ما قالوا إنه وجدوا اللقاح سمعت كثير آراء بعدة محلات. في ناس تسمعها بتقول أنا ماخذ اللقاح بدي أخذه فيش مزح اللعبة، وفي ناس بشكل قاطع رافضه لو شو ما صار يصير انا بديش اخذ اللقاح. شو قولك بهذا اختلاف الاراء هذا؟ يعني فيه شيء، فيه حكي طلع مقبول؟ الجهتين مقبولات. يعني خلينا نقول انه اللي رافض التطعيم هو طبعا يعني رافضه لانه كمان انا بتخوف من التطعيم لانه تطعيم جديد ومش مجرب كثير ومن حقه انه يتخوف من التطعيم. ولكن تعال نرجع لورا كمان مره، حكينا على 10% بس من شعوب العالم اللي تعرضت للكورونا. تصور انت الضيق الاقتصادي اللي ناتج عن هاي الشغله الفردي وعلى صعيد حكومات. تصور الضيق اللي الناس عم بتمر فيه من ناحيه صحيه، المستشفيات. الكورونا أخذت من وقتنا أغلب الطاقة بالعلاج، وفي كثير أمراض اللي هي إحنا مش إنه عم نتنساها بس صفت في محل مرتبة جانبية شوي، وهذا مش مضبوط. إذا بتاخذ أنت صحة الشعب بشكل عام من المفروض إنه نتخطى الكورونا حتى نتفضل كل الأمور الطبية. فأنت كيف بتتخطاها هاي؟ فإذا أنا علي مسؤوليات شخصية من المفروض انه بالفعل افكر بالاتجاه، خلينا نقول هيك، انا اطرحها بشكل بيختلف، بدل ما نفكر بالليش لا، حتى نفكر شوي صغيره بليش نحطهم بالميزان وكل واحد ياخذ قراره بعد ما يحط بالميزان، بلاش نعتمد على وسائل الاتصال الاجتماعي والسيرتونيم اللي بتطلع ضد والكونسبيراسيا والتآمر والامور هاي. حطوا الاشياء بشكل علمي، كل واحد يدرس الموضوع بشكل علمي، يحطهم بالميزان ويشوف وين هو واقف، باي نقطه هو واقف. هاي واحده. اثنين، في عاده الرافضين هن ناس معافين اغلبهم شباب.
الكورونا لما بتصيب الشباب مش هذاك المرض الصعب. آخر فترة عم بحكي كثير أنا وابن أخوي طبيب بيشتغل في قسم الكورونا ونتحدث عن الموضوع وعن الحالات اللي عم تصل لهناك. أحكي قصة، أنا بديش أكون هناك، بتمناش لحد يكون هناك. فالمرض هو مش مرض يعني سهل، وإحنا لازم نتخطى هذا المرض. وإذا في عنا اليوم فرصة مناسبة نتخطاها عن طريق التطعيم، بفكر لازم نجزم ونطعم، بالفعل نطعم. هذا السؤال خليني أسألك السؤال المهم للتطعيم. إن شاء الله بيكون فيه فوائد وإن شاء الله العالم بشفى من مرض الكورونا. سؤالي لك، هل للتطعيم مضار ضرر أو ممكن يسبب ضرر على الإنسان؟ لحد إسا حسب الأبحاث اللي عملوها على الناس اللي تطوعوا بالتطعيم، العوارض اللي عم بتصير هي عوارض تبع أي تطعيم ثاني اللي إحنا بنشوفه كمان بالإنفلونزا وكمان بالتيتانوس وبأي وأي تطعيم ثاني منه حساسية. في كان حالات اللي عملت أنافيلاكسيس شوك بإنجلترا، كان في حالتين إسا لما بلشوا يطعموا، بس هذا ممكن يكون بأي تطعيم. العوارض الأساسية هي اللي عم بيحكوا عنها هي حم، وجع عضلات، وجع مفاصل، يعني عوارض تبع مرض خفيف اللي تتلاشى وبتروح بعد بيومين مع حبة أكمل. من ناحية عوارض جانبية وأضرار مستقبلية، التطعيم بعده ما تجرب لسنين طويلة. حتى نعرف شو هي المضارة هاي لازم نجربه لسنين طويلة. ولكن الشركات اليوم عندها طرق تقدر تعرف إذا ممكن يكون في أضرار جانبية مستقبلية عن طريق أبحاث بيولوجية، تغييرات بيولوجية بالجسم يعني متوقعة اللي ممكن تسبب أضرار للمستقبل. لحد إسا ما فيش إشارة لإشي من هالنوع. الوقت بيحكي كل شيء بالآخر بالنهاية. يعني صعب بعد نجزم شو هي المضار، إذا هي أو المضارات راح تكون كبيرة ولا لا. التوقعات إنه مش لازم يكون في مضر كبير، لأنه اليوم في طرق تقنية اللي بتقدر تتوقع إذا ممكن يصير في أمراض أو عوارض جانبية مستقبلية. ولكن بما إنه التطعيم هو تطعيم جديد، تقنية جديدة بفترة زمنية قصيرة، ما بنقدر نجزم 100% شو ممكن يصير في المستقبل. حلو دكتور حنا، هنالك من يزعم أن الفيروس سيغير الخارطة الجينية أو الوراثية للإنسان، يعني ممكن الفيروس يطور أمراض أخرى لم نكن يعني نعلم بها أو نعرفها. هل توافق هذا الرأي أو ما رأيك في هذا الأمر؟ طلع الفيروس التقنية اللي عم بيستعملوها اليوم، التقنية اللي إحنا بنفوت فيها إن كان فايزر ولا موديرنا، هي بيستعملوا mRNA. هي سلسلة وراثية مصنعة بالمختبر من الـ mRNA. العوامل الوراثية تبعتنا احنا بجسمنا مبنية من سلاسل DNA مش NRA. mRNA. فعشان هيك الاشي هذا مش يعني انت تنفي هذا هذه المقولة، ما فيش علاقة بين اثنين ومش لازم يكون في. تحدثنا قبل عدة اشهر واليوم احنا تقريبا يعني احنا نعتبر نفسنا يعني بفصل الشتاء وكمان الانفلونزا. قبل كنا كثير خايفين انفلونزا، ولكن على ما يبدو الكمامات خفت من وتيرة هذا الخوف وخفت من وتيرة الانفلونزا. السؤال، الانفلونزا تطعيم الانفلونزا والتطعيم ضد الكورونا، هل يعني هنالك علاقة بينهما او ممكن شيء يأثر على الثاني، او هل تنصح يعني بالاحرى كمان خذ الانفلونزا وكمان ضد الكورونا لما يصير في تطعيم اخرى عده ايام؟ طبعا انا بنصح باثنين، فيش علاقه بين تطعيم الكورونا وتطعيم الانفلونزا. كل واحد بيشتغل على برنامج بيختلف، وكل واحد بيطلق ردود فعل بالجهاز الوراثي بتختلف عن الثاني. ردود الفعل هي مبدئيا وحدي، بس كل وحدة باتجاه اخر، يعني ما فيش هون تضارب بين اثنين.
لا انا بنصح انه تاخذ كمان الجري الشفاعات وكمان الكورونا. من ناحيه ال حكينا بالماضي لما حكينا اول مره قلنا بركي هالفيروس هذا بيجي بالشتاء وبروح بالصيف، يعني تصرف يكون زي الشفاعات هيك بكون اهون علينا. بيجي بالصيف بروح بالصيف نتحضر له بالشتويه، فالشيء ما كانش هيك. الفيروس هذا ماشي كل السنه، وحتى بشهر 8 بأشهر الحمل كمان كان عم بعطي أمواج كبيرة من المرض. فهذا فيروس غير الفيروسات اللي احنا بنعرفها، يعني فيروس جديد علينا وكمان مشاكله جديدة علينا. يعني بدي أسألك سؤال هيك، اليوم تخوفك من الكورونا أكثر كيف كان تخوفك قبل 3 أشهر أو بالعكس؟ قبل لا وإحنا بفصل الشتاء. تخوفي بالنهاية تخوفي أكثر، لأنه بالأول كنا نفكر بركي الفيروس هذا بالشتاء، بركي بالصيف بروح وبرجع بالشتاء. اليوم صار في عنا أكثر معلومات عنه. أول شيء هو جائحة كل السنة، أوكي. ثانيا صار في عنا معلومات أكثر عنه شو بيعمل، أي عواقب وأي مضاعفات عم بيعمل مع المرضى. فيروس مش عادي، فيروس مش عادي للصحيح، فيروس خطر. طيب دكتور، في النهاية نصيحة أو كلمة توجهها لجميع الناس طبعا، يعني في أمر أخذ التطعيم واللقاح ضد الكورونا، يعني وكيف ترى الصورة خلينا نقول بعد عدة أشهر؟ برجع بقول نفس الحديث اللي بلشت فيه في البداية، أنا بدي أخذ التطعيم وبنصح الناس تأخذ التطعيم. أخذنا التطعيم من وراء مسؤوليات، عدة مسؤوليات، واحدة منها مسؤولية اتجاه صحتي إنه ما أمرض بالكورونا، والثاني حتى نخلص من هالفيلم هذا تبع الكورونا اللي هو عم بيأثر علينا بالمجتمع، إن كان من ناحية اقتصادية وإن كان من ناحية اجتماعية وإن كان من ناحية صحية، من كل النواحي عم بيأثر علينا. وقف لنا حياتنا، مجبورة حياتنا ترجع كيف كانت. بتشوف في رجعة طالة الحياة الطبيعية؟ طبعا يمكن بعد سنة يمكن أكثر، بس راح يكون في أكيد. بس أكيد مش راح يكون قبل الكورونا كيف كان قبل الكورونا. إن شاء الله ما يكونش كيف كان قبل الكورونا. قبل الكورونا كمان كنا عايشين فيلم مش مضبوط، يعني أكيد. خاصة من ناحية اجتماعية. أكيد. طيب شكرا دكتور حنا على المعلومات اللي سردتها، وإن شاء الله بالصحة التامة للجميع، لجميع الناس، لإلك طبعا، للكل. وإن شاء الله بتمرق فترة الأعياد على خير، خصوصاً إذا راح يكون في تجمعات بالعياد هون وهناك. كمان بتقدر توجه كلمة صغيرة كمان بالنسبة لهذا الأمر، يعني أولاً إن الناس تخفف من وتيرة. أولاً أنا بفتخر إنه إحنا بمعليا بهذا الوضع من ناحية الكورونا، لأنه إذا بنطلع 85% من إسرائيل بلدات حمراء أو أقل شوي، وإحنا بعدنا بوضع منيح، فهذا بدل على انه في وعي نوعا ما عند الناس من هاي الناحيه، وفي تعاون مع كله مع هذا، انه في ناس اللي هي عم تنكر الكورونا. ما هذا كلياته الوضع مش عاطل. بتامل انه بفتره العياد كمان نلتزم بالقواعد. بتمنى السلامه للجميع، وكل عام وانتم بخير للجميع، والله يحمي الجميع. شكراً لك.